سوبر ماريو هنا مختلفة عن السين الجرافيك بتاعها يا جماعة، قريب من الألعاب الحديثة. الصورة على الطبيعة معنا في موقع اوكازيون، فيديو جديد لاتاري سيجا المعدل الاصدار الجديد، نتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو، لايك وسبسكرايب للعلبة عشان نشوف بيجي محتوياتها ايه. الاتاري ده مفروض ان هو بيجي عليه 123 لعبه تقريبا، تمام، ودي بعض الالعاب اللي هي عليه، لكن احنا هنشوف بالتفصيل الممل على الطبيعه. لكن اول خلينا نفتح العلبه مع بعض ونشوف بتيجي محتوياتها ايه. نفتح العلبه، الاتاري الجديد يا جماعة، تمام. ده الاتاري اول حاجة، الجهاز نفسه بيجي بالشكل ده كده، تمام. ده كده الاتاري، وبنبص نلاقي الادابتر بتاعه، عشان برضو الناس بتسأل الادابتر ده كام فولت. ده الادابتر بتاعه 9 فولت، تمام. الانبوت بتاعه 110 وعلى 220، يعني بيشتغل 110 و220 المفروض، يعني على الكلام المكتوب. ده كده الادابتر بتاعه، تمام. بيجي اللي هو السن التخين ده، وطبعا بيجي الوصلة اللي هي بتركب في اي شاشة، الحمراء اللي هي الفيديو والاوديو، الوصله ديت، تمام. ومعاه الدراعين، ما بيجيش معاه شرايط لان الجهاز نفسه بيجي كتالوج، الجهاز نفسه عليه العاب. انت لو حبيت تشتري شرايط، الموقع نفسه عندنا في اوكازيون عليه شرايط، ممكن تختار منها اللي انت عايزه. بس الجهاز زي ما قلنا عليه حوالي 100 لعبه او اكتر، هنشوفها مع بعض دلوقتي. لكن الجهاز نفسه عليه العاب، والشرايط انت ممكن تطلبها لو انت حابب لعبه معينه او العاب مختلفه، موجوده على الويب سايت الخاص بينا اوكازيون.com. يلا بينا نوصل الاتاري ونشوف طريقه تشغيله ازاي. اول حاجه يا جماعه بنلاحظها على الجهاز ده، ان هو مكتوب عليه ام جي مش سيجا، تمام. بس هو سيجا اصلا، تمام، بس ده المعدل، عشان كده مكتوب عليه ام جي ميجا جيم، تمام. ده النسخه المعدله، لو انت بتتكلم ازاي تعرفها عن الاصدار اللي قبل كده. الاصدار اللي قبل كده في العاب سيجا العاديه بيبقى فيه حوالي 10 العاب او 15 لعبه، وفي منهم يعني ممكن تلاقي الجهاز عليه 50 لعبه، بس هم في الاساس 10 او 15 لعبه متكررين، بيبقى مكتوب عليه هنا سيجا، تمام. لكن دوت المعدل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هتلاقي فيه ماريو وعلاء الدين، وهتلاقي العاب كتير اللي مكتوب عليه ام جي، وهنا مكتوب ميجا جيم. دي النسخه المعدله، ودي شكل علبتها، دي النسخه الوحيده اللي هتلاقي عليها الالعاب اللي احنا بنتكلم عليها، مش اي نسخه ثانيه في السوق، تمام. طيب ازاي نشغله بقى مع بعض؟ هنيجي هنا في الظهر، هنلاقي يا جماعه مدخل الترانس الادابتر زي ما قلنا مكتوب عليه دي سي، ومدخل الفيديو والاوديو. هنوصل الاحمر في الاحمر بالشكل ده، والاصفر في الاصفر، خلاص. الناحيه الثانيه هنيجي في التلفزيون، في ظهر التلفزيون هنلاقي نفس المداخل دي. هنلاقي برضو في ظهر التلفزيون في الوان اهي يا جماعه، ممكن تختلف عن ده حتى يا جماعه، بس يعني الاساسي هو الاصفر. الاصفر ده اللي هو الصوره، اما الاحمر ده اللي هو الصوت. فانت لو انت عندك الوان زرقاء خضراء الكلام ده مختلف عن ده، ممكن تحط الصفرة دي في كله لغايه ما تظهر معاك الصوره على الشاشه، تعرف ان دي بتاعت الصوره. موضوع بسيط يعني. وبعد كده هنوصل الادابتر بالشكل ده، تمام. الناحيه الثانيه هنوصله في الفيش بالشكل كده. طبعا هنا في ميزه يا جماعه، ان الفيديو دراع سيجا برضو نفس القصه، مكتوب عليه ام جي بالشكل اللي هو القديم ده، لو الناس فاكراه، جميل جدا. ازاي نوصله؟ هنيجي نبص هنا هنلاقي فيه سنون يا جماعه، تمام، ومدخل الدراع نفسه برضو. هنلاقي لو انا قلبتها كده هتبقى مختلفة، يعني انا عندي سنون تحت صغيرة قليلة وفوق كتيرة، ما حاولش ادخلها بالعكس عشان ما تتنيش معايا، لازم ادخلها عدلة، يعني فوق هنا السنون اللي هي الطويلة دي، السن اللي فوق الصف الاول ده، وتحت السن اللي هو الصغير. وهنوصلها بالشكل ده، اول ما الاقي انها قريبة كده لازقة في بعض كده، الدراع وصل تمام. لو خارجة سنة يبقى الدراع كده مش واصل، مش هيشتغل معايا. طبعا بيجي معاه دراعين يا جماعة، لو انت عايز تلعب العاب زوجية هتشغل دراعين، لو انت لوحدك هتلعب بدراع لوحده. احنا هنجرب دلوقتي بدراع واحد، والدراع التاني برضو هنجربه في بعض الالعاب اللي هنلاقيها بتدعم الالعاب الزوجيه، وهنوريكم برضو ان الدراعين بيشتغلوا مع بعض عادي، مش اي مشكله. طيب انا كده وصلت كل حاجه تمام، والتلفزيون عندي تمام، اشغله ازاي على التلفزيون؟ شغل التلفزيون عادي، هيفتح معايا، تمام. بعد ما شغلت التلفزيون كده واشتغل معايا، بلاقي في زرار هنا يا جماعه بيبقى الرسمه ديت، بضغط عليها كده هيظهر معايا اختيارات، انت اي في مش اتش دي ام اي، عشان اتش دي ام اي ده اللي هو الكابل اللي هو المبطط، اما الاي في ده اللي هو الفيديو الاوديو ده اللي احنا لسه موصلينه، فانت اوتوماتيك هتختار الاي في، وهو معمول اوتوماتيك على الاي في، خلاص. هو كده مختار الاي في، كده انا خلاص ظبطت التلفزيون على الاي في، اي في مش اتش دي ام اي ولا اي تي ولا اي حاجه، تمام، هي الاي في بس. يلا نشغل مع بعض كده اون، نشوف بقى
واحده واحده بقى ومع بعض يا جماعه. دي قائمه الالعاب. اول لعبه طبعا من العاب سيجا المشهوره هي سونيك. وانت عندك هنا يعني دي اول صفحه من ال 13 صفحه اللي موجودين. انت عايز تعرف الالعاب الموجوده ايه يا جماعه ولو مكرره ولا لا، فحضرتك قدامك الصوره اهي تعرف الالعاب اللي انت محتاجها موجوده ولا لا. بس انا هقول لك على الايكون بتاعت الالعاب المميزه، كم ايكون كده، كم لعبه مميزه. اكيد مش هشرح حوالي تقريبا ديت حوالي 20 لعبه تقريبا. تعال نعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 في 13 صفحه، دول اللي موجودين. طبيعي هتلاقيها متكرر، هتلاقيها متكرر، مش هضحك عليك، هتلاقيها متكرر بس مش كتير. لكن انت قدامك اول صفحه ما فيش حاجه متكرره تقريبا. تمام، هنشوف اول حاجه الجرافيك بتاعها. نشوف لعبه سونيك اللي هي اشهر لعبه. طبعا بختارها بالاسهم من فوق وتحت كده، تمام، وبدوس على ستارت. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيفتح سيجا، حتى ان هو مش مكتوب عليه سيجا، لا هو بيفتح سيجا، وده كده لعبه سونيك. تمام، هو انت كده بتتحرك بين الاسهم والزرار ده، هو بينط معاك. تخرج من اللعبه بدوس على زرار الريسيت، ضغطه دي قائمه الالعاب. طيب يا جماعه احنا كده شفنا سونيك، وفي برضه لعبه جميله جدا اسمها كونترا، هنجيبها لكم دلوقتي. الكونترا دي موجوده على اتاري ماريو، يعني انت هنا كانك شاري جهازين في جهاز واحد. طبعا الجرافيك هنا بيكون عالي، وهنشوفها مع بعض وهي بتبدا. لعبه كونترا تفتح معانا كلمه سيجا زي ما وضحنا. لعبة كونترا يا جماعه اللي موجوده على ماريو، بس طبعا مش بالجرافيك ده. السيجا يا جماعه الجرافيك بتاعه اعلى. طبعا انت هنا هتلعب 1 بلاير، على فكره ممكن تلعب في اللعبه دي 2 بلاير، تمام، 2 بلاير تقدر تلعب عليها. تختار اللعيب طبعا، كوي بتدوس ستارت اللي هو بلاي كده. هي اللعبه بدات يا جماعه. اللعبه دي يا جماعه في ناس بتسميها حرب الشوارع. طبعا انا رست اللعبه ويعني دوست على زرار الست وعدتها من اول وجديد عشان خاطر اوريكم انها ممكن تلعب بيها زوجي. هنختار بسهم من تحت تو بلاير وندوس ستارت. اهو بنلعب اثنين مع بعض اهو كده يا جماعه. اثنين بيختاروا اللعيب الاول وبعد كده نبدا. كل واحد بعد ما يختار بيدوس ستارت، ان هو كده خلاص اختار اللعيب بتاعه كده. هم دوسوا ستارت وبيظهر شويه تعليمات كده فوق في الشاشه، تمام، للفريقين. نستنى شويه ما تخلص التعليمات دي كده. هم ظهر اثنين بيلعبوا اهم. طبعا يا جماعه في لعبه المصارعه وهي ثالث واحده في اول صفحه، هنختارها دلوقتي مع بعض ونشوفها. برضه كلمه سيجا بتيجي في الاول، تيجي البيانات بتاعتها اللي هي الدبليو دبليو اف. ده شكل لعبه المصارعه يا جماعه اهو، الصوره على الطبيعه كده اظن واضحه شويه. تحس ان الجرافيك بتاعها يا جماعه قريب من الالعاب الحديثه، بس يعني جميل. وهنلاقي طبعا احنا كنا داخلين على دي يا جماعه، تمام، اول واحده في منها الجزء الثاني والجزء الثالث، تمام، مش متكرره يعني اجزاء مختلفه. واهم لعبه عندنا يا جماعه، سيبك من هوم الون دي 2، لا خلينا في سوبر ماريو. يعني انت معاك جهاز سوبر ماريو وجهاز سيجا الاثنين في واحد على جهاز واحد بس من موقع كازيو. طبعا هنا الجرافيك مختلف ولعبه ماريو مختلفه زي ما حضراتكم شايفين كده على الطبيعه. دوس ستارت، 1 بلاير برضه 2 بلاير، انت ممكن تلعب لاعب او لاعبين، نختار واحد مع ده شكل الجيم يا جماعه. انت سوبر ماريو هنا مختلفة عن جهاز سوبر ماريو، سوبر ماريو اللي على سيجا، ده جهاز سيجا يا جماعة، في ألعاب سيجا وسونيك وكل حاجة وستريت فايتر وكل الألعاب وحرب الشوارع وحاجات كتير جدا يا جماعة، وعلاء الدين وعليه ماريو، يعني الميزة كمان إن هو عليه ماريو. كواليتي الجرافيك هنا مختلف تماما تماما عن اتاري سوبر ماريو، كواليتي مختلف تماما زي ما حضراتكم شايفين كده. جوده الصوره ما شاء الله، الجهاز مطلع صوره كويسه. الجهاز ده يا جماعه مش هتلاقيه عند اي حد غير على موقع اوكازيون دوت كوم.
لعبة باتمان هنجربها برضو. ده كل ده احنا لسه في ثالث صفحة. تمام هنفتح لعبة باتمان. طبعا بفكرك برضو ان انت شاري سيجا من الاوكازيون. ده شكل البداية بتاعتها. دي من الالعاب اللي بتتلعب لواحد بس. احنا كنا داخلين على دي يا جماعه. تمام اول واحده في منها الجزء الثاني والجزء الثالث. تمام مش متكرره يعني اجزاء مختلفه. واهم لعبه عندنا يا جماعه سيبك من هوم الون دي 2 لا خلينا في سوبر ماريو. يعني انت معاك جهاز سوبر ماريو وجهاز سيجا الاثنين في واحد على جهاز واحد بس من موقع اوكازيو. طبعا هنا الجرافيك مختلف ولعبه ماريو مختلفه زي ما حضراتكم شايفين كده على الطبيعه. دوس ستارت. وان بلاير برده تو بلاير. انت ممكن تلعب لاعب او لاعبين نختار واحد مع. ده شكل الجيم يا جماعه. انت سوبر ماريو هنا مختلفه عن جهاز سوبر ماريو. سوبر ماريو اللي على سيجا ده جهاز سيجا يا جماعه في العاب سيجا وسونيك وكل حاجه وستريت فايتر وكل الالعاب وحرب الشوارع وحاجات كتير جدا يا جماعه وعلاء الدين وعليه ماريو. يعني الميزه كمان ان هو عليه ماريو. كواليتي الجرافيك هنا مختلف تماما تماما عن اتاري سوبر ماريو. كواليتي مختلف تماما زي ما حضراتكم شايفين كده جوده الصوره ما شاء الله. الجهاز مطلع صوره كويسه. الجهاز ده يا جماعه مش هتلاقيه عند اي حد غير على موقع اوكازيون دوت كوم. طبعا في لعبة سوبرمان هنختارها دلوقتي وهنشوف شكل البداية بتاعتها. دي الدخلة بتاعتها يا جماعة الانترو. الجهاز كله العاب. دي تاني صفحه يا جماعه من الصفحه 13. الالعاب مش متكرره عن الصفحه الاولانيه. ولقيت لعبه حرب الشوارع تقريبا هنخش عليها دلوقتي ونشوفها. طبعا لازم اجيب لك سيجا في الاول عشان كل شويه افكرك ان انت مع جهاز سيجا. تمام والاصلي ولازم يكون من اوكازيون. ده شكل اللعبه جميله جدا. ممكن تلعبها وبرده لاعب واحد او اثنين. احنا هنجرب لاعب واحد دلوقتي. اكيد معروف ان انت ممكن تلعب لاعبين يا جماعه. اختار شكل اللعيب اللي انت عايزه. راوند 1 ستارت. دوس ستارت عشان تبدا لعبة حرب الشوارع. بص بص الكواليتي يا جماعة. بص ألعاب زمان ألعاب التسعينات والثمانينات. الصورة أتاري سيجا طبعا معروف وصورته كويسة. بص الجرافيك بتاعها فكرة أيام زمان. حرب الشوارع كفايه كده بقى عشان تكمل. علاء الدين موجوده على الجهاز ده اللي عليه ام جي مش سيجا. ده سيجا المعدل 2. هنخش على علاء الدين دلوقتي. لعبه علاء الدين على اتاري سيجا حصريا على موقع اوكازيون. جبنا البيانات في الاول. اوه علاء الدين. بص الجرافيك. اللعبه الاصليه يا جماعه مش لعبه علاء الدين اللي هي بتبقى على اتاري ماريو القديم ده لا. ده شكلها على الطبيعه الجهاز. الجهاز يا جماعه موجود على موقع اوكازيون دوت كوم. اوكازيون دوت كوم. تمام. الناس اللي بتسرق الفيديوهات بتاعتنا. الجهاز من موقع اوكازيون دوت كوم.
اكتب على جوجل occasion.com او occasion online هيظهر لك اول موقع تدخل عليه وتكتب في البحث هنا اتاري سيجا المعدل او سيجا المعدل وتختار اضف للسله. تبع التعليمات والجهاز هيجي لك يا جماعه لغايه باب البيت هتجربه قبل ما تستلم مع المندوب. جهاز مليان العاب تقريبا في الغالب مصارعه. احنا رجعنا تاني لاول صفحه تمام. في لعبه اسمها ساموراي دي برضو مصارعه, وفي هنا برضو فايتر 2 دي مصارعه تاني لعبه على طول بعد السونيك. في العاب يعني في الغالب الجهاز ده في العاب مصارعه كتير, بس برضو في سونيك وفي سباق سيارات وفي علاء الدين زي ما قلنا وفي العاب تانيه. خلينا نشوف لعبه الطيارات التانيه اللي احنا قلنا عليها, هي اللعبه دي لعبه الطيارات. ندخل عليها دلوقتي, شكلها جميل. دي الدخله بتاعتها. في لعبه طيارات في الصفحه الثامنه, هي اخر واحده في الصفحه الثامنه. العاب كتير يا جماعه, الالعاب مش مكرره يا جماعه, الالعاب جميله جدا. بس الفيديو وقته مش هيسمح ان انا اعرض لكم كل الالعاب, انا بشوف الالعاب المهمه بس. وانت لو جبت الجهاز قول لي في لعبه كذا كويسه. دي لعبه الطيارات, هي لسه كده ما بداتش, دي الانترو بتاعتها. انت فجاه بتخش المجال الجوي بتتعامل, المفروض دلوقتي كده انت تضرب